نأتي إلى الجهة الأولى وهي بيان المقصود من فقه الأسرة. حتى يتضح المقصود من فقه الأسرة لا بد أن نبين أولا ما هو المقصود من الأسرة. الأسرة ما هي؟ الأسرة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للأسرة أن الأسرة هي الدرع الحصينة، الدرع التي يتدرع بها المقاتل في ميادين القتال وتدفع عنه الضربات والطعنات. هذه الدرع يعبر عنها في اللغة العربية بالأسرة. ومن هنا أخذ عنوان الأسرة وأطلق على أقارب الرجل، على والديه، على أبنائه، على الزوج. لماذا عبر عنهم بالأسرة؟ لأنهم مركز القوة عند الإنسان، لأنهم بمثابة الدرع الحصينة التي يحتمي بها الإنسان ويصد بها كوارث الزمان ونوائب الزمان. إذن عنوان الأسرة له أصل لغوي، ومن هذا الأصل اللغوي أطلق على أقارب الرجل ووالديه وأولاده. هذا المعنى اللغوي للأسرة. المعنى الثاني، المعنى الاصطلاحي: الأسرة عند علماء الاجتماع، وهذا المعنى يتطابق مع الفهم العرفي، يعني قال بذلك علماء الاجتماع أم لم يقولوا، هو هذا المعنى يتطابق مع الفهم العرفي الذي يفهمه العرف. العرف ماذا يفهم من عنوان الأسرة؟ الأسرة رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة، وقد تتسع وتشمل الأولاد والأبوين أيضا، فيما لو كانوا يشتركون في معيشة واحدة. اللبنة الأساسية للأسرة، لما تقول هذه أسرة، اللبنة الأساسية وجود رابطة بين زوج وزوجة. كل زوج وزوجة فهما أسرة، هذا المقدار المتيقن من عنوان الأسرة. لكن هذا العنوان قد يتسع، يشمل الأولاد فيما لو كانوا يعيشون مع الأبوين في معيشة مشتركة، فيعبر عن مجموعهم بالأسرة. ويشمل الوالدين أيضا فيما لو كانوا يعيشون مع الزوج في معيشة مشتركة، يقال لمجموعهم أسرة. الأسرة رابطة اجتماعية بين زوج وزوجة، قد تضيق بهذا المقدار وقد تتسع، فتشمل الأبوين والأولاد فيما لو كانوا يشتركون في معيشة واحدة. وهذا الفهم الاصطلاحي عند علماء الاجتماع للأسرة
هو نفسه الفهم اللغوي، هو عفوا نفسه الفهم العرفي. زين، بعد أن فهمنا ما هو المقصود من الأسرة نأتي لنبين ما هو المقصود من فقه الأسرة. فقه الأسرة هو عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين الشرعية التي تعنى بوضع اللبنات الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية، وتنظم العلاقات بين أفرادها، وتبين حقوق كل فرد على الفرد الآخر. شنو معنى هذا التعريف؟ أوضحه لك. فقه الأسرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وإحنا قلنا فقه الأسرة عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين، هذا فقه الأسرة يعني هذه القوانين والأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القوانين التي ترتبط بوضع اللبنات الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية، مثل ماذا؟ مثل قانون لزوم الكفاءة بين الزوجين، هذا قانون يوضع أول لبنة من لبنات بناء الرابطة الأسرية، قانون لزوم الكفاءة بين الزوجين. شنو يعني لزوم الكفاءة بين الزوجين؟ كفاءة في النسب؟ لا. كفاءة في التعليم؟ لا. الكفاءة في الموقعية الاجتماعية؟ لا. إذن شنو معنى الكفاءة؟ المراد منها الكفاءة في الدين، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة، ولا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، لابد من وجود كفاءة في الدين. النظام الأسري الذي يريده الإسلام لابد أن تكون لبنته مبنية على وجود كفاءة دينية. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ده زين بعد جاي في القرآن، لو ما جاي في القرآن كان قالوا شنو هالتشدد. فالكفاءة الدينية من اللبنات التي وضعها وراعاها الإسلام في بناء الأسرة. إذن القسم الأول من فقه الأسرة القوانين التي تعنى بوضع اللبنات الأساسية، ده قسم. القسم الثاني من فقه الأسرة القوانين التي تنظم علاقات الأفراد، يعني من ترجع إلى لائحة التشريع تقرأ ضمن لائحة التشريع أن الأولاد
تجب عليهم طاعة الأبوين. هسه تجب عليهم طاعة الأبوين طاعة مطلقة. لو تجب عليهم طاعة الأبوين فيما لو كان ترك الطاعة موجبا لإيذائهما، هذا كل رايح يجينا إن شاء الله تعالى. هذا القانون، قانون وجوب طاعة الأبوين، قانون ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة. هذا قسم من فقه الأسرة. القسم الثالث من فقه الأسرة هو القوانين التي تضع لكل فرد من أفراد الأسرة حقا على الفرد الآخر. مثلا ترجع إلى لائحة التشريع، من ضمن القوانين التي تقرأها أن الزوج يجب عليه الإنفاق على زوجته وعلى أولاده. سيجب عليه الإنفاق حتى ولو كانت الزوجة ناشزة، حتى ولو كانت الزوجة غنية. لو هنالك في ذلك تفاصيل يأتي إن شاء الله تعالى. هذا القانون يضع حق للزوجة على زوجها، يضع حقا للأولاد على أبيهم. فإن من حق الزوجة والأولاد على الزوج أن ينفق عليهم. تقرأ في لائحة التشريع: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها. حرام شرعا أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها. هذا قانون يضع حقا للزوج على الزوجة. إذن أكو عندنا قسم من القوانين المرتبطة بفقه الأسرة تضع حقوقا لكل فرد على الفرد الآخر. إذن فقه الأسرة على أقسام ثلاثة. فقه الأسرة مجموعة أحكام وقوانين، وهذه الأحكام قسم منها يعنى باللبنات الأساسية لبناء الرابطة الأسرية، وقسم منها يعنى بتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة، وقسم منها يعنى بوضع حقوق كل فرد على الفرد الآخر. لذلك احنا نعرف فقه الأسرة بأنه عبارة عن مجموعة الأحكام والقوانين التي تضع الخطوط الأساسية لبناء الرابطة الاجتماعية وتنظم العلاقات بين أفرادها وتبين حقوق كل فرد على الفرد الآخر. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى من بحثنا، وهي بيان المقصود من فقه الأسرة.